السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي حسين وصلح أيت المد من زداد 1938. الفن كشمحاز 64 العدد من الرويس، الرئيس سعيد الله يواليه بالرحمة، الرئيس جامع الحميدي، الرئيس أحمد منتاق، الرئيس العدد اللي موتنينا أتني لحم ربي واللي سولنينا أتني عاون سيدي ربي، نشكر ربي اللي حصل تميقر الميد نغيكاد فرح نص الرئيس كرمنت ساستوال غما الدوكي غدا غصاد لا عيسواد ربي اللي حنا نزرى الجمهور راح يفرح. رئيس فاطمه بلاي تفضل. صباح ربي ارقاز نولاتي مغاري نضال بربي الملك اللي حتى نصرف الحق الشعب المغربي كيسيك ربي البركه في مدانة الليله نحن المغرب الدنيا سي ربي نضال بربي في الحي عفو غي تحت هما نزرفوا الكينين وسيحه ونزا وسيحه ونزا تقا تيم الرئيسه فاطمه بالعيد اللي مريد توسكير وسيمور غصار تلغه تنس اللي كان سيحه ونزا رئيسه فاطمه بالعيد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا فن الرويس هذه الدوره العاشره اللي كانت في مدينه التشيره. كنتمنى ان شاء الله يدوز واحد الجو اللي هو جو فني وثقافي الحمد لله اللي غادي يكون من ما بين 28 حتى 30 يوليوز تحت الرعايه الساميه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. بطبيعة الحال كاين عدة فنانين اللي عطاو الكثير للفن الأمازيغي بحال الرئيسة اللي كانت في الستينات للتامر كريم من الناحية ديال الإخوان الفنانين القدامى ولا الجدد اللي غاعطيو للساحة الفنية واحد الإضافة اللي غادي تكون في المستوى إن شاء الله ولماذا؟ لأن المدينة ديال التشيرة هي مدينة الفن والرياضة والثقافة. كنتمنى الاستمرارية في هذا التقليد ديال فن الرويس ديال مدينة التشيرة إن شاء الله ولماذا؟ كل سنة إن شاء الله يكونوا فيه التكريمات. السلام عليكم، معكم أختكم الفنانة المغربية الأمازيغية عائشة دشلويت. يعني أنا فرحانة بزاف اليوم، يعني لقيت المهرجان مهرجان في المستوى، يعني تيبان ليا حيت تبارك الله وصل عربي ما خليت فين مشيت في يعني على برا، وهذا دخلوا في المهرجانات تما وفي المغرب من طنجه الى القويره، ولكن لقيت المهرجان الرويس يعني في المستوى وكل عام يعني تيزيد حيت انا ثاني مره واخا كاينه هاد عامين تقريبا ولا عامين ونص ما كانش المهرجان. وتنشكر المسؤولين حيت المهرجان كما قلت لك في المستوى، ويا ريت يعني يكونوا مهرجانات اخرين باش جميع الفنانه يعني ديال الامازيغ الرويس، حيت هذه هي بحال قلتي الدوله ديال الفنانه. هنا كاينين المدارس فاش تخرجوا المدارس اخرين، يعني كاينين عندنا هنا المدارس اللي تخرجوا منها المدارس اخرين فنانه اخرين، يعني ماذا بيا يكونوا مهرجانات اخرين باش حتى واحد ما يتقلق، كل واحد يلقى الفرصه ديالو باش يدوز، حيت هذا عندنا مهرجان كبير حيت عنده اللقب ديال الرويس، يعني الرويس الرايس، فهمتي كيفاش؟ وهذا الشيء اللي عندي ما نقول، يعني ماذا بيا يكونوا مهرجانات اخرين باش يخدم كل شيء ويفرح كل شيء ويمعاش كل شيء ويعيش كل شيء. تبارك الله عليكم.